أستاذ سليم، الحقيقة بكرة في دعوات للزحف للقصر الجمهوري في السودان لمطالبة البشير بالتنحي. الخبر قدامنا مواكب 31 ديسمبر، أو موكب 31 ديسمبر. تعليق حضرتك. شوف، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، اللي هي كان هناك إجماع على أن الشعب السوداني خلاص يعني لا يستطيع أن يقاوم هذا الظلم، لا يستطيع أن يواجه البشير. البشير متمكن، الجيش مع البشير، قوات الانتشار السريع تحمي البشير، الأحزاب والقوى السياسية التقليدية والنخبة تقريبا في حالة انهيار كامل، ويأتي كل ده والشعب يخرج. يعني في ظل كل هذا الشعب السوداني خرج على النحو الذي خرج به، على الرغم أنه فيه يعني شهداء سقطوا على يد قوات الأمن البشير. أنا شايف أنه حقيقة ده درس، يعني درس، ويزعج السيسي هذا الدرس، يزعجه للغاية، لأنه هذا الشعب الذي بدأ عليه أنه خلاص مسلم، يعني مسلم رخص ومسلم نمر، والبشير يفعل ما يشاء. يعني فكرة أنه يعني يتحدى الوجدان الشعبي العام ويذهب إلى بشار الأسد ولا همه أي حد، وقاعد يتعامل مع كل المتناقضات وكل الأنظمة المختلفة، وقاعد فتح يعني سيالته لأي فلوس جاية من أي حتة وبتاع وحاجات من هذا القبيل. ومع كل هذا في حالة، وكان حيلجأ إلى رايحة لمسألة تعديل الدستور لكي يبقى فيها على تلها لطالون. اللي حصل دلوقتي إنه الشعب السوداني خرج لكي يواجه هذا الطغيان. يعني أنت قدام واحد عسكري في النهاية، يعني إسلامي ولا شيوعي بتاع، في النهاية يعني الاستبداد ملة واحدة والعسكر كلهم زي بعض. يعني لا تقدر تميز ما بين عسكري إسلامي وعسكري شيوعي ولا عسكري، هو الحكم العسكري واحد، وهو حكم الرجل الواحد الحاكم المستبد اللي متسلط، اللي متهيأله أنه هو يعني عنده تجليات إلهامات إلهية بتنزل عليه، تتنزل عليه.